مرحبا مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على الفيسبوك. نحن معكم مباشرة من صيدا القديمة وتحديدا من أسواقها الشعبية القديمة. مثل ما عم نشوف بعد زميلنا يوسف فواز هذه الحركة اليوم. نحن عم نحكي نهار سبت، يعني المفروض الحركة تكون شوي نشطة. تعاني يعني هذه المنطقة من يعني تراجع كبير في نسبة الزائرين، ولا سيما بعد يعني شهر رمضان المبارك. يعني كنا نعرف كيف كانت صيدا مدينة رمضانية، كيف تحولت صيدا ل مركز استقطاب سياحي، لا إن كان للمغتربين أو إن كان للأجانب، أيضا لا سكان لبنان، كان من كل المناطق يجوا على لبنان على صيدا. بينما عم نشوف يعني بهذه الجولة اللي عم نقوم فيها داخل الأسواق تراجع. مرحبا. شو كيفك؟ طبعا عنا كيف شايفين الحركة؟ خفت السيارة، خفت السياحة؟ خف شوي الحركة؟ لا بعده عم يجي سواح على صيدا، بالعكس. يعني نحن بشكل عام يعني نهار سبت المفترض كنا نلاقي عادة سواح أكثر أو أجواء أكثر اليوم. ما هو بدك تشوف الجروبات إنه كيف عم بيكون تنسيق، بس إجمالا عم بيكونوا أول النهار أو آخر النهار. لا بس الحمد لله حسب ما مبين. كأهل بلد عم تشوفوا كمان في حركة اليوم على الأسواق؟ لا لا انسى انسى. أهل بلد ما عم ينزلوا. انسى انسى، بس على الغريب. بس كان عم يجوا سواح مغتربين بس إنه أهل. لا لا أبدا. ما عم بيكون في حركة. مغتربين أجانب وفقط، بس كشغل أهل بلد. ما عم بيكون في حركة دائمة، يعني عم بيكون في جروبات تجي وتخل، بس الحركة دائمة دائما معدوم معدوم ابدا. يعني مقارنة بفترة صيدا مدينة رمضانية كان في حركة اكثر؟ لا اكيد. هلا انقلبت 360 درجة، انطفت هلا. يعني هلا بعد رمضان اكيد انطفت. شكرا لك حبيبي. يعني فإذا مشاهدينا الكرام، مشاهدين صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على الفيسبوك، يعني هذه الأجواء مباشرة من الأسواق القديمة في مدينة صيدا. يعني طبعا اللي بيعرف مدينة صيدا بيعرف أسواق القديمة، بيعرف سوق الحياكين أو الأسواق الشعبية القديمة، واللي بيعرفها أكثر بيعرف مثلا خان صاصي وأيضا قصر دبانة من المناطق السياحية بصيدا القديمة. يعني عم شوف مشهد شبه خالي بهيدي ال، خلينا نحكي مع العم هون كمان. طبعا عم نشوف هيدا ال. مرحبا. كل المراحب. كيفك؟ تمام، يعطيك الف عافيه. كيف شايف الحركه نوعا ما بالاسواق القديمه؟ مش حدا هلا ما في حدا انجا العالم تشرب. شو طلع التلفزيون؟ ما بدك، ما حابب. اوكي ما. الله يقويكم. فاذا يعني هنا احد المتحف قصر دباني وخان صاصي من المناطق الأثرية والتراثية في مدينة صيدا. طبعا يعني هناك نوع من السواح بيقصدوا هذه المنطقة، ولكن عم نشوف هون الأسواق التجارية. الحركة جدا خفيفة فيها. مرحبا عم، كيفك؟ كيف شايفين الحركة بشكل عام؟ في حركة منيحة؟ طلع السوق كيف هو؟ حركة خفيفة ها؟ خفيفة. نحن اليوم باب صيف لازم تكون الحركة أقوى برأيك؟ هو لازم تكون أقوى، بس إن شاء الله بيتحسن السوق. إن شاء الله بيت. شكرا لك. يا هلا أهلا وسهلا. حنكمل جولتنا الصغيرة بهيدي الأسواق. طبعا هي أسواق تراثية جميلة جدا. بقلب أحياء صيدا القديمة هيدي المدينة العريقة، مدينة 6000 سنة من الحضارة و 6000 سنة من يعني يعطيك العافية. من هون أنت من صيدا؟ من صيدا. كيف شايف الأجواء؟ والله روعة الحمد لله. كيف حركة الأسواق؟ يعني خفيفة. خفيف الحركة. أنا الحمد لله على الوضع الكل. على الوضع الكل. عم بيكون في بعض المطارح بيجوا سواح أو هيك؟ يعني نهار الأحد. إيه. العالم بكون معطلة، العالم بتظهر.
بتتسوى بتتفرز بتوضع الخان الصابون خان صاصي ايه بتوضع على اسواق قلعة البحرية على قلعة بتتفتل بس على الاسواق عم بكون الحركة خفيفة يعني خفيفة خفيفة شكرا لك حبيبي كلك ذوق فإذا مشاهدينا الكرام مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروتيتي على الفيسبوك هذه المشاهد مباشرة من الأسواق القديمة في سح مرحبا أهلين كيفك طمنا عنك يا هلا كيف شايفين الحركة عم بتكون في سواح في حركة ناس عم ناشفة ما في حدا بتضل الطرقات فاضية بتضل الطرقات عالم عم تكسدر بس أكثر من هيك لا يعني شوفك اكثر من شوفك يعني نحن بنتامل خير بهالبلد بس يلا الاوضاع مثل ما هي عم تبقى ان شاء الله ان شاء الله بتلاقوا الخير يا رب هنكمل هذه الجوله طبعا يعني مثل ما عم شوف شو الوضع الوضع بالمره وضع بالمره ايه اجار بيتي 3 مليون ما عم نطلعهم الحمد لله يعطيك الف عافيه يعني فإذا مشاهدينا الكرام مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على الفيسبوك هذه هي المشاهد مباشرة من الأسواق القديمة في مدينة صيدا طبعا يعني مرحبا كيفك شو أخبارك كيف شايف الأجواء بشكل عام هل في حركة بالأسواق عم تلاقي أكيد أكيد في حركة إن شاء الله ما شاء الله في طبعا في وجوه جديدة في ناس اجت غريبة عم تيجي كمان ايه طبعا عم بصير في حركة كتير حلوة عم بصير في حركة ولا الحمد لله كله تمام ان شاء الله ان شاء الله الله يوفقك شكرا لك يعني مقارنة بالاجواء اللي كانت بصيدا القديمة كيفك يعطيك العافية كيف شايف الحركة بالاجواء والله زي ما انت شايف الحركة ما في بالمرة يعني اسواق جامدة يعني جدا جدا لاول مرة بلبنان بصير هيك اسواق يعني الواحد انجل حصل لقمته بس اكثر من هيك ما في عم بيكون في مغتربين عم بيقولوا انه في مغتربين عم بيجوا هيك عم بيكون في اجانب ايه طبعا في حركه اجانب بس ما بيعملوا شيء مش روشي بيجوا بيعملوا بس هيك يتفرجوا بس هيك يتفرجوا ويصوروا هون وهون لقطه ولقن شكرا لك حبيب قلبي كلك ذوق انت جمال فإذا مشاهدينا الكرام مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على الفيسبوك يعني هون صرنا بسوق شو هيدا؟ سوق البزركان سوق الحياكين سوق الحياكين هيدا السوق طبعا انتقلنا من سوق الصاغة إلى سوق الثياب وهلا مثل عم نشوف سوق الحياكين مثل ما ذكرنا مشاهدينا الكرام مشاهدي صوت بيروت انه الحركة اجمالا مرحبا شو كيف الحركة والله خفيفة خفيفة ايه صرنا يعني من بعد العيد تقريبا والسوق واقف غريب يعني نحنا هون الجيران بنسأل عم نسأل بعضنا بنروح عن جاري هيك بنقعد نشرب قهوة كذا يعني اليوم السبت نحنا اليوم السبت ما فيك تحكي معنا بكون هيك عجل المحل عندي و يعني اليوم انا عم بقول بعد شهر رمضان بعد ما كان سيدة اخذ ضجة اليوم طفت رجعت هيدا بالضبط هني كانوا عم بده يعملوا كانوا بده يعملوا شيء كمان لبعد رمضان دلا مدينة صيدا بس للاسف ما قدروا بعد رمضان بعد العيد ابدا الشغل وكاننا بحاله حرب طفت يعطيك الف عافيه فاذا مشاهدينا الكرام مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على الفيسبوك يعني هذه المشاهد مباشره من الاسواق القديمه في مدينه صيدا مثل ما شفنا بهذه الجوله انه فيها على التجار وعلى اصحاب هذه او على اصحاب هذه المحلات هون انه في بعض الاشخاص عم بيقولوا كان في الاجواء منيحه بينما بعض الاخر عم بيقول كان جدا 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 الوضع مش منيح ما عم بيكون في ابدا بيع ما عم بيكون في اي حركه رغم انه اوقات بعض مطارح عم يجوا سياح ولكن عم تكون يعني مجهودهم بطريقه يعملوا بس برمه يتفتلوا ويتصوروا ويمشوا فاذا مشاهدينا الكرام كنا معكم بهذا البث المباشر كان معكم محمد زينت يوسف فواز صوت بيروت انترناشونال